الاول الف مبروك على فيلم ساعة اجابة. فممكن في الاول تكلمنا عن دورك؟ الله يبارك فيك يا رب. كل سنه طيبين. انا عامل دور فيه صغير حلو كده اسمي برضو عمر كمال، دور المطرب الشعبي، وهو سبع قصص. في القصه دي انا طالع فيه بشخصيتي، وبنعمل اغنيه انا وايتن عامر حلوه جدا اسمها قلب خاصه، ان شاء الله تعجب الناس باذن الله. ان شاء الله غنى وتمثيل. ايه الصعوبات اللي واجهها عمر كمال في تحضير الفيلم؟ هو في الصعوبات هنا قابلتني لان انا طالع بشخصيه العادله اسمها عمر كمال، فانا زي ما بكلمك طلعت كده بالظبط. لكن اكيد لو همثل اكيد لازم اشتغل على نفسي، ولازم هاخد بقى ورش، ولازم احضر للموضوع ده. وده طبعا مش هيجي برضو غير لما انجح في الغنى. يعني ما ينفعش اكون لسه بقول يا هادي هنا اروح خابط هنا واعمل، لا انا ما بحبش كده. اخد الدنيا مرحله كده، ربنا يكرمني بنجاح يرضيني، انا اشوف نفسي ان انا خلاص في الغنى حطيت رجلي جامد جدا، والناس بتحبني قوي 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 ومقبول قوي، ممكن بعد كده اروح السينما اعمل انا عايزه. كلمنا عن التعامل مع الفنان ايتن عامر والفنان شريف سليمان. دي حبيبتي، وانا ليا علاقه شخصيه بيها بره، هي يعني اختي ليا، دايما بستشيرها وبلاقي لها في حاجات كتير جدا. ولما عملت الدور الصغير ده وقفت جنبي برضو وغنت حلو جدا، وانا من الفانز بتوعها من قبل اصلا ما اغني او اخش المجال ده خالص. اخر حاجه، ردك على تصريحات الفنان محمد فؤاد، فشايفها ازاي؟ انا بحب جدا نجم محمد فؤاد، وانا ده استاذي، وانا من مدرسته، مش بغل بكده، بالعكس انا خدت مدرسته وطورت فيها شويه، حطيت بصمتي. لكن انا انبسطت، لان في ناس تانية طلعت خبطت فيها كتير في رمضان بدون وجه حق. لما نجم بالقيمه دي يطلع يحبني ويضغط عليه عشان يغلط فيا ويكبر بيا، انا بحب حبيته اكتر واكتر كمان. ايه الجديد ان شاء الله؟ الجديد اغنيه قلبي خاصه هتنزل بكره ان شاء الله اول يوم العيد، وبعد كده في مع النجم عباس حموده عاملين دوت حلو قوي. اول مره بغني بكلمات الشاعر انا مجد قمر والحان الاستاذ محمد يحيى وتوزيع الاستاذ محمد منعم، وعامل اغنيه انا وساره زكريا كانت عملت تجربه اسمها تيجي نتجوز بالسر، عاملين اغنيه ثانيه هتنزل بعد العيد باسبوعين ثلاثه، برده اغنيه شعبي بالسكه دي ان شاء الله تعجب الناس. شكرا نورتنا في كرم. شكرا جدا. عايز اخد